من سكو الملاح واللي تدرسوا في الزلزال، كيف جاتكم المبادره الملكيه ديال التعويض ديالكم؟ الحمد لله تعالى، مبادره ما نكذبش عليك، كي سمعت انا في الزلزال ديال المباشره فرحت يعني بزاف، وعرفت هذاك الشيء غادي يكون، بقيت دابا هيك تنفرح حنين تبارك الله، فهمتي؟ ماشي حنين تبارك الله بزاف كاع يا عمر هضر، فهمتيني؟ وهاد المبادره ان شاء الله غادي ان شاء الله يتعاونوا بها الناس هنا شويه، ديك البركه ديك الناس غادي يشتو، الاخرين تا هما غادي يشتو، تا هما غادي يشتو، بينا هو حاجه واحده يكون واحد الشويه ديال الحرص باش ما يتجز الاموال القنوط اخرين وصافي. طبيعة عندك احنا تستي احنا كاينه بطبيعة الحال مرتبطين به، ماشي بزاف مرتبطين به اكثر من القياس، ما تصورش انا كاينه مولفينو وانا قريب جا في وسط المدينه وجا بين القصور ما تنساش ثاني، فهمتيني؟ ملاح واخا هكاك عنده واحد معين. احنا في الملاح وهذاك الشيء اللي ترى الناس عاونونا الله يعطيهم الخير، جابوا لنا داك الشيء اللي قسم الله، الله يعطيهم الخير، واخا مشقوقه وداك الشيء راه هانيه شويه. اللي سمعنا هذه المبادره الله يخلف على سيدنا، الله يجازيه بخير، احنا فرحانين الحمد لله، احنا فرحانين الحمد لله، اللي جات من عند الله مرحبا بها، ما نكذب عليك، احنا طوع الله وليدي. هذاك النهار قاعده في الجرده يلا دخلت مع ديك 11 ونص، يلا ما بيا معي يلا رديت البوطه بغيت نشعل واحد ندير واحد الكويس ديال اتاي، تا كنشوف داك الشيء تا يطيح الفوق مع التحت، ماشي ما تلينا حقناش، خرجنا حفيانين، خرجنا بلا جلابه، خرجنا مشينا لهاد الوسعه اللي قعدنا فيها، ومن تما حنا مراضين، من تما حنا مهلوكين، ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. اي حنا ناس الملاح مكرفسين، راه لا دخلتي لقاع الملاح الداخل راه ما تقول ما بقى حتى واحد. اللي سمعت هاد المبادره ديال التعويض ديال التعويض فرحنا، الا بغا يعوضونا بشي حاجه راه مرحبا، الله يرحم ليهم الوالدين، الله يجازيهم بخير. فرحانين اي حنا فرحانين، فرحانين اسيدي وعاش الملك. حنا الناس الملاح اضطرينا، وحنا اللي جو اللي كنا معاونين مع بعض زياتنا، اللي كنا تنهزو شحال من واحد من لهنايا تضر، شحال من واحد اللي بان ليها لتحت ليها تنهزو تنتشو الباب ملاح، وتنخليو حدا باب ملاح حدا الصافير باش تجي لابيلانس تجي تهز كلشي. تعوض اللي قال سيدنا وقال هادي حنا فرحانين به، إلا كان تعوض كي بحال هكا حنا فرحانين به باش حتى حنا نمشيو نقلبوا على راسنا. حنا ناس الملاحة مضرورين بزاف، وحنا راه رابت لينا الدار، بقيت أنا وليداتي مشردين غير في الزنقة، والله يخلف على سيدنا والله ينصرو، والله يخلي ليه وليداته. ومني سمعنا هاد المبادرة راه حنا فرحنا بزاف، حنا في قلوبنا واخا مشردين في الزنقة فرحنا بهاد الشيء اللي دار لنا سيدنا، الله يخلف عليه ويجازيه بخير. وهاد الناس تما اللي واقفين مساكن معنا تيجوا لعندنا، تما الله يخلف عليهم والله يكثر خيرهم والله يجازيهم والله ينصر سيدنا. وراه حنا مساكن حنا راه مشردين في الزنقه، وراه شافوا داك الشيء على عينيهم، وراه داك الشيء راه مصور. حنا راه من ضرورين من الناس الملاح، وحنا مولفين بزاف، وزياده وليداتي هنا وكبروا هنا وباقيين تيقراو، وحنا راه الناس الملاح. الله يخلف عليكم والله يجازيكم بخير، الله يخلي ليه وليداتو. ملي سمعنا هاد المبادره راه فرحنا بزاف، كنا فنتسقرونا وليداتي. كنتحوزوا في الديور من كاين اللي تلقينا عند من تسكنوا، ما لقينا لا كرا لا شرا، وهادشي اللي طلع انت كتشوف، وشوف قليل والصحة قليلة، ولي قال لك لا تقول لي اسم هاد المبادرة ديال سيدنا الله ينصرو. حنا كنا تا حنا يعوضوا لينا ولا يشوفوا لينا شي ديرو، ما عندنا شي حل تا حنا، بحالنا بحال الناس، هادشي اللي طلع. هاد الدويرة ديالتي يلاه كيصلحنا، وهي حنا تضررنا فيها كل يوم تشقات، وحمدنا الله وشكرنا هادشي اللي قال سيدنا الله ينصرو، الله يحفظه ويحفظ ليه وليداته ويحفظ الأسرة الملكية. وحنا فرحنا بهذا الشيء اللي خرج سيدنا باش يخفف علينا ويخفف على الناس، وحنا الحي ديال الملاح كاملين مضرورين. هضر معنا انت؟